هو هداف الدوري ونجم الموسم. لا اكيد ما تقول انت هذا الشيء يعني مو خير لك، بقيت انت الحمد لله والشكر يعني كاس اخذنا ودوري وهداف. فضل رب العالمين. باسيا اللي صعدنا نهائي وخسرناها. اي. قلت احمد هاي يمكن بسبب دعوه الجمهور علينا. اخذت منا الحياه هوايه بس نطته اكثر. وهددوه يعني مو تنظيم القاعده كان احنا يمنا. نعم. ووالدي بالجيش فقالوا لو تبطل قال لهم انا ما ابطل. جي واحد ضرب طلقه واحده بقلبه لما وصل المستشفى استشهد. شوف هو الشخص اذا يعني مثلا هو مدرب اكيد ينجح فيجيب الافضل غير. هز عرش المنافسين واغضب جماهيرهم. بس انا سمعت انت من راح توابت بعد قررت بعد لا تخطب ولا تتزوج ولا ترتبط. شوف هم جد انه دائما يحبون يعني من يشوفونك بالشارع يحبونك لكن بالخساره ما يرحمون. بين واحد يأيدك بين واحد ضدك بس الأكثرية يعني تعرف أنت من الإعلام يقوم يحكي على لاعب العالم يشوف إنه هذا الموقع منزل هيك هذا الموقع منزل هيك هذا الموقع فهم يجارون وياه. أيمن حسين بالسرب.